ثانيا ايش بتعلن عن المنيف انه في جائزة غالية او حاجة زي كذا؟ طبعا انا اليوم على الهواء قلت انه في هدية انا جايبها لك يا منيف واتوقع انه هذه ممكن تكون اغلى هدية مرت عليك وانا صادق فيها. اليوم صارت بيني وبين خلنا نعدل الجلسة صارت بيني وبين انسانة غالية جدا وهي ام الرجال الغالي وهي عذية. من انت يا عذية؟ هذه ام منيف. الله يطول بعمرها على زود عمل صالح. يا ولد يا ولد اقعد يا ولد يا ولد اقعد يا ولد يعني عشان ابوك كسر عصام شمس تعال امشي عبد المجيد هلا قلبي اسلم اقول لك زين. وصارت بيني وبينها مكالمة الله يطول بعمره على زود عمل صالح ويعلم الله اني كنت مستانس بالمكالمة وشلونك يا وليدي شخبارك يا وليدي ويا وليدي لا تقعد تناقر عيال خلق الله خلي ابو كاتب بنفسه زي ترك ما انت بناقص انت بعد يا وليدي. المهم عطتني من الطيب اطيبه وحذرتني تحذيرا طيب وما عاد قلت يا خاله تبين اوصل لك رساله؟ قالت لي والله يا وليدي ابيك توصل لي رسالة لمنيف. فاسمع يا منيف انسان انك تشوفني الحين ويا ليتك يا ليت الكلام ده ينصب منك. اسلم اول شيء يوسع صدره ولا يعصب ترى الدرع بداله ألف درع كفو وبيض الله وجهك. طبعا أنا بنقوله ترى حرفي وبيض الله وجهك يسبيعي يوم أنك تمسك لسان منيف علشان ما يجيه خصم زود لأن وليدي إلى عصب خابرته ما به ملح زين. وعرف يا وليدي وعرف يا وليدي أنه مو باللي جاب لك الدرع بس جمهورك ونعم جمهورك بس أنا لي جمهور. قلت يا طولة العمر وشلون يعني الجمهور؟ قالت أنا صباحية يجوني خوياتي واني كل من قابلت قلت لا تنسون تصوتون المنيف والمجيد لا تنسون تصوتون المنيف والمجيد. طبعا انا هنا استحيت قلت بيض الله وجهك جزاك الله خير وما قصرت والله جعلنا عند حسن الظن الله يعزك. قلت اصبر 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 ما دامك طلعت خليني اقول اللي عندي. قلت طيب وش هنا زود؟ قالت قل لربعك يكثرون من الصلاه وقرايه القران. الله قلت الله يطول بعمرك وتبشري بالخير ان شاء الله. وقالت تراني اترك اشغالي علشان اناظركم ومن عاد مدحت الشباب واحد واحد وامسكهم ان شاء الله واحد واحد وعلمه وش مدحته فيه. الرسالة الأخيرة من أم منيف الشيخة عذية قالت يا أبو كاتم روح يعني اسمع زين يا أبو كاتم حنا نحترمك لأنك نظامي تطبق النظام ومن أول تراي كنت أدعي لك والحين ماني دعيت لك يعني ما قلت أدعي عليك ماني دعيت لك بس وأتوقف عند هذا زين اسمع إيه. وبعدين قل له أبو كاتم ترى الدرع لا هو بلك يا ابو كاتم ولا هو بلمنيف. قلت اجل من؟ قالت ترى الدرع للجمهور ولا هو من حق ابو كاتم انه ياخذه. قلت سميه طولة العمر ياصل ان شاء الله. قلت شوف زود ايه. وقالت بشويش على عيال الناس ترى وراهم امهات يحبونهم. هذا كلام لابو كاتم زين. من يا زياد؟ من عذ من ام منيف. اي الله يرحم والديك. لا لا معك انا رغم اني ما اشوفك والله. هذا الكلام من الشيخه عذيه وتجاذبنا اطراف الحديث ويعلم الله انه غاليه ويعلم الله اني احبه. وقلت له يعني لولا الحياه والدين ولا تنحبيت كتفه سليما ويدت والله يا ربي يطول بعمرك. وللمعلوميه